قصة الصبي والمسامير. يحكى بأن صبيا عرف في القرية بشدة غضبه وانعدام صبره، حتى أن صفتيه هاتين أوقعتاه في مشاكل كثيرة، فقرر والده على إثرها أن يعلمه درسا في التأني والتحكم في الغضب، فأحضر له كيسا مملوءا بالمسامير ووضعه أمامه قائلا: يا بني، أريد منك أن تدق مسمارا في سياج حديقتنا الخشبي كلما شعرت بالغضب من شخص أو موقف ما، أو فقدت أعصابك لأي سبب. استنكر الصبي طلب أبيه ولم يفهم الغاية من ذلك، إلا أنه وافق عليه مضطرا ووعد أباه بتنفيذ الأمر. دق الولد 37 مسمارا في اليوم الأول في السياج، ولاحظ بأن إدخال المسامير بعد كل مرة يغضب فيها لم يكن أمرا هينا، مما دفعه لأن يحاول تمالك نفسه عند الغضب في المرات القادمة تجنبا لعناء دق المسامير. مرت الأيام والصبي مستمر بما عاهد عليه والده، إلا أن الأب وابنه لاحظا بأن عدد المسامير التي يدقها الصبي في السياج يقل يوما بعد يوم، إلى أن جاء اليوم الذي لم يكن به الصبي مضطرا لدق أي مسمار في السياج، مما أثار دهشته وسروره في الوقت ذاته، فقد تعلم الولد من هذه التجربة التحكم بغضبه وضبط نفسه التي كانت تستثار لأهون الأسباب، فخرج مبتهجا ليخبر أباه بإنجازه. فرح الأب بذلك، لكنه اقترب من ابنه وقال: عليك الآن أن تحاول إخراج مسمار من السياج في كل يوم لا تغضب فيه. استغرب الولد، لكنه بدأ بتنفيذ مهمته الجديدة المتمثلة بخلع المسامير، وواظب على خلع مسمار في كل يوم يحافظ فيه على هدوئه، حتى انتهى من إزالة جميع المسامير الموجودة في السياج. عند انتهاء المهمة أخبر والده بذلك، ومرة أخرى عبر له والده عن مدى سعادته وفخره بإنجازه، ثم أخذ بيده وانطلق به إلى سياج الحديقة، وطلب منه أن يتحسس أماكن الثقوب التي تركتها المسامير في الجدار، وقال له: يا بني، انظر الآن إلى تلك الثقوب الموجودة في السياج، أتظن أن هذه الثقوب ستزول مع الوقت؟ فأجاب الصبي قائلا: لا يا أبي، فقد تركت أثرا عميقا في الخشب. فقال والده: وهذا ما تحدثه قسوة كلماتنا في قلوب الآخرين، فهي تترك في داخلهم أثرا لا يزول حتى مع الاعتذار، فاحرص يا بني دائما على الانتباه لكل ما يبدر منك من قول أو فعل تجاه الآخرين.